السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، واهلا بالانيقات الجميلات. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال مع تنسيقات عصريه وجديده وانيقه. فاذا كنتي مهتمه بموضوع الموضه ما عليك الا تنضمي لهذه القناه وتشوفي بزاف ديال التنسيقات اللي مطلوبه عند الفتيات. فكما كتشوفي معنا في هذا الموديل هذا، اولا قبل كل شيء كنتمنى اي واحد يشوف هذا الفيديو هذا يخلي لي لايك، مع الا كان الفيديو حصل على واحد العدد كبير تاع لي لايكات او الاعجابات، اليوتيوب كيخليه يكون مقترح، يعني كيبقاو يشوفوه الناس بزاف، هكا تعاونوا القناه. فانا كنطلبكم هذا طلب خاص اللي يقدر انه يخلي ليا اعجاب الفيديو، فكر نقول ليه شكرا. فهنا نمشيو هذا الموديل هذا اللي كيبان في الفصاله ديالو غزاله، مقبوط في اليدين ومع البنطالون اللي هو واسع. هنا بزاف ديال الالوان. نمشيو هذا الموديل هذا اللي خدات لا شوميز في هاد ديك لاكولور ودارت معاه البنطالون، وهذا شوميز في النوار دارت معاه بنطالون اللي واسع تاع الجين، وهاد لا شوميز هادي كما كتشوفوها معايا بالموف بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هاد اللون هذا، وهاد لا شوميز هادي بالاورانج كما كتشوفوها معايا دارت معاه البنطالون بالبيض، وهاد لا شوميز هادي اللي جات غزاله حتى هي، وهاد لا شوميز هادي اللي جايه بالفيغ ودارت معها الشال بالصفار ودارت معها البنطالون واسع، وهاد لا شوميز هادي اللي جايه بهاد لا كولور هادي دارت معها البنطالون في الابيض وبواحد مع البيل حتى هو ابيض. وهنا كي كتشوفوا معايا هاد التنسيقه هادي حتى هي، هاد لا شوميز هادي اللي جايه في الابيض وفيها الخدمه وفيها الرشمه ديالها في اليدين وفي الخلف ديال وهاد البسه هادي كما كتشوفوها معايا مقبوطه عند اليدين يعني في الكميمات ومقبوطه عند الحزام مع البنطالون واسع كما كتشوفوها معايا، يعني مع هنا في اللوينات مختلفين كتجي رائعه في اللبسه كما كتشوفوها معايا. بالنسبه للمحجبات هي جات انيقه في اللبسه، وهاد العبايه هذه اللي جايه في سلطه غزاله كما كتشوفوها معايا مقبوطه في اليدين، ومعنا هنايا الصديفات اللي دارت ليها في هنايا في الصدر كما كتشوفوها معايا كتشوفوها رائعه. وهنا هاد البسه هذه وهاد التنسيقه هذه اللي جايه غزاله وجايه فيها واحد التناسق ديال الالوان اللي هو كما كتشوفوها معايا. نمشيو هاد العبايه هادي حتى هي كي جايه في سلطه، فهنا الفيديو كيقربكم اكثر لهاد العبايه هادي. وشوفوا معايا هاد التنسيقه هادي اللي جايه متكونه من ثلاثه القطع مع لوجي لي طويل مع البنطلون ديالها ولا شوميز. شوفوا اللوينات اللي كاينين في هذا الموديل هذا، معنا هاد البسه هذه اللي كتجي مريحه كما كتشوفوها معايا في الفيديو، وشوفوا الفصاله ديالها كيف دايره كيفاش مخدومه. وهاد لا شوميز هادي اللي جات بهاد اللون اللي غزال، وهاد الكسي وهادي كذلك، وهادو اليدين كيفاش مقبوطين، هاد الخديمه هادي حتى هي كي جات، وهاد العبايه هادي كيفاش مخدومه كذلك، واللوينات باش مخدومه، والتوب ديالها كيفاش داير، الصاله ديالها. ثم لا فيديو كيقربكم اكثر للعبايه كيفاش مخدومه. وهاد اللبسه هادي اللي جايه غزاله كما كتشوفوها معايا عند الكتفات
كيفاش مخدومه ومقبوطه في الكمام. شوفوا الفصاله ديالها كيفاش مخدومه كذلك. وهاد التنسيقه هذه اللي جايه غزاله ودارت معها الساق في البيج جات غزاله ما شاء الله. وهاد الكسيوه هذه شوفوها كيفاش جات، جايه بلا سانتور وجايه مقبوطه في اليدين، جايه في هاد اللوين تاع الفوشيا مع البرون. وهاد الكسيوه هذه كذلك كيفاش مخدومه، جايه مقبوطه في اليدين مع الدونتيل مع لا سانتور ديالها. وهذه كذلك كيفاش مخدومه مقبوطه في اليدين. وكنتمنى البنات الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، هكا تزيد القناه لقدام. وكنشكركم على المشاهده.